السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا كالعادة، مرحبا بكم معنا من صفحتكم ومن قناتكم قناة ثبتي خوتنا. رانا متواجدين بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوب القليعة ولايتي بازا، رانا فتحين 24 ساعة ورانا نستقبلوا مكالماتكم 24 ساعة. خوتنا اليوم جبنا لكم الغرفة المحبوبة اللي طلبتوها منا كثيرا، غرفة آثاث الثقة. خوتنا غرفة آثاث الثقة راهي متواجدة هنا بمحل آثاث الثقة، هذه الغرفة اللي تصنع بمصنع آثاث الثقة، يعني المصنع تاعنا هو اللي يصنع هذه الغرفة. خوتنا نروحوا مباشرة للمصنع نشوفوا الغرفة كيفاش تصنع مع الأخ بلال ونعبدوا له الواية، تبعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية خوتنا، هنا رانا مباشرة من مصنع آثاث الثقة، يعني هنا تصنع غرفة الثقة. الله يبارك خوتنا العمال راهم على قدم وساق باش يوجدوا لنا الغرفة. خوتنا الغرفة تصميم تاعها هايل بزاف، خدمة نقية، خدمة ما شاء الله. خوتنا كما راكم تشوفوا الأخ بلال راهو يقوم بتقطيع الغرفة. خوتنا الغرفة ما شاء الله من ناحية التصميم، من ناحية الجودة، من ناحية القوة، من ناحية الكثافة، من ناحية الجودة. خوتنا الخدمة تاعها الله يبارك، الخدمة تاعها كما راكم تشوفوا الآن في الصورة خدمة قوة، خدمة ما شاء الله، يعني ما عندناش شك في عمال مصنع آثاث ثقة. خاوتنا نخليكم مع هذه الصور الجميلة مع عمال آثاث ثقة ونعود نولو فيما بعد باش نتكلموا مع الأخ بيلا اللي يعطينا بعض المعلومات عن غرفة الثقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتنا كما راكم تشوفوا رانا في مصنع آثاث ثقة اللي متواجد بمدينة القليعة، اليوم بإذن الله زرنا خاوتنا عمال مصنع آثاث الثقة اللي يسمونه في لا شومبر الثقة. خاوتي كيما راكم تشوفوا مصنع نقوم بتصنيع غرفة نوم الثقة. خاوتنا الغرفة اللي كنتوا طلبتوها منا بكثير، خاوتنا اليوم جبناكم للوم، جبناكم وين تصنع غرفة الثقة. بإذن الله خاوتنا راح نتكلموا مع الأخ بلال اللي راهو مستكلف هنا بالمصنع، تفضلوا معنا. كيما راكم تشوفوا خاوتنا هذا هو اخونا بلال اللي راهو مستكلف هنا الثقة. خويا بلال واش راك؟ لاباس الحمد لله، مرحبا بكم. لاباس خويا بلال بخير؟ الحمد لله. كما كنا نشوفوا راكم جايبين اخوتنا في القايمين بالحالة، بارك الله فيكم. لاباس بلال؟ أنا هنا باش نلبي طلبات تاع المشترية تاعنا. أكيد خويا بلال، بارك الله فيك. خويا بلال قول لي لا شومبر تاعكم أسكو مطلوبة في السوق ماشي مطلوبة؟ الحمد لله الوقت الحالي راهي شومبر مبيوعة، وشاك فوا الشاري هو يدوموندي لا شومبر اللي نخدموها له. سما اللي فيها لاكوموند بزاف انا نخدم الحمد لله، ما شومبرا ما تقعدناش، اشاك فوا يبدلوا لنا الموديل نبدلوا حنا الموديل معاهم، انا نخدم مع تسمى شويه نبيع الرغبه تاع المشاريع تاع المشاريع. اكيد قلت شويه عراقي اللي ما لقيتوش. لا لا الحمد لله الوقت الحالي ما كانش، كاين ازمه على الخشب كما العالم كاع راهو في ازمه الخشب، الثمن زاد بصح اثاث ثقه ما زادتش الثمن تاع السلع. كما راكم كنا نبيعوا رانا نبيعوا، كانت تدير الثمن اللي كان بالثمن السابق راه كنا الثمن كما راكم تسمعوا خوتنا، تسمى مهما زاد الثمن تاع الخشب اثاث الثقه ولا مصنع اثاث الثقه يبقى يخدم بنفس السعر الاول، هكذا خويا بلال؟ اي الشومبرا اللي كيما تاع الشومبرا الثقه اللي هو اسمها ثقه، يعني الخشب السابق اللي خدمنا به ماشي نفس السعر هذا او زاد بزاف تقريبا الدوبل، بصح انا نبيعو بنفس الثمن، ما كون تزيدو دوكا تزيدو في السعر يقول لك علاش زدنا في السعر، ما يعرفوش باللي السعر زاد على الجميع، بصح حنا باش نلبيو طلبات تاع الشاري تاعنا ما حبيناش نزيدو في السعر. بارك الله فيكم خويا يعني بيلا. شويه علينا وشويه على الشاري وخلاص. بارك الله فيك خويا بلال. خويا بلال الحبه اللي قلنا غرفه باش تصنعوها، يعني واش نوعيه الخشب؟ نوعيه الخشب تاعها من ناحيه لافينيس والتدقيق قلنا احنا نوعيه الخشب نخدموا بالخشب الاحمر والبري نخدموا بوليطان، يعني فينيسيو ما شاء الله، يعني احنا ماشي كي زعما زاد السعر، احنا نقصوا في الجوده، الجوده بقات هي هي والسعر بقى هو هو، يعني ثمن الخشب اللي زاد بر. هذا واش صرا. بارك الله فيك الاخ بلال، ككلمه اخيره واش تقول لنا خويا؟ يعني مرحبا بكم، وحنا دائما دائما في الخدمه تاعكم، وانا نلبيو في الرغبه تاع المشتري تاعنا، يعني ما نحبسوش لا كورونا لا صيف لا شتاء، نخدموا على العام، يعني ما كي كانوا غاطين تاع كورونا كنا نخدموا باش نلبيو طلبات تاع المشتري تاعنا. بارك الله فيك الاخ بلال. خاوتنا كما كنتوا تشوفوا رانا في مصنع آثاث الثقة، بارك الله فيك الاخ بلال وبارك الله في كل عمال مصنع آثاث الثقة. خاوتنا نتلاقاو مع لا شومبر نشوفوها فين هاي.
خوتنا بعد ما شفنا الغرفة كيفاش تصنع، يعني غرفة الثقة مباشرة من المصنع، الآن بإذن الله خوتنا راح نشرحها لكم مع بعضايا أخويا عبدو على بركة الله. خوتنا الغرفة مصنوعة كامل من الخشب الأحمر كما قالنا الأخ بيلال، مصنوعة كامل من الخشب الأحمر، يعني المقادير متاحة وكامل أمبوا روج. خوتنا فيها تروا بورت كوليسون، ثلاث أبواب منزلقة خوتنا، اللون نتاعها أبيض مسبوغة بالبوليريطان خوتنا، يعني لافينيسيون تاعها بيان فيني خويا عبدو، لافينيسيون تاع الغرفة ما شاء الله خوتنا كيما راكم تشوفوا، كيما دائما نقول لكم لافينيسيون عند محل الثقة تشوفها وتسمعها، خدمة الله يبارك خوتنا، خدمة ما شاء الله. هنا خوتنا راهي مخدومة بلانسيزيون في المرآة، راهي مخدومة بلانسيزيون، حاجة الله يبارك خوتنا توجور نقول لكم نعاود لكم لافينيسيون دائما وابدا خوتنا. الشكل يعني من فوق الله يبارك خوتنا عندكم زوج عرسات كما راكم تشوفوا، يعني هذا الزوج عرسات اللي بهاو الغرفة تاعنا، اللي زادوا من جمال الغرفة خوتنا، مملو تاعها هايل بزاف خوتنا، هذاك التاج الابيض اللي راكم تشوفوا فيه خدمة ما شاء الله. من تحت خوتنا طلعناها لكم، يعني رفدناها لكم على الارض كما راكم تشوفوا خوتنا، راهي مرفودة على الارض بدي بي غازيل، حاجة الله يبارك، حاجة ما شاء الله خوتنا، الخدمة تاعها هايلة بزاف. هذه هي غرفة الثقة من الخارج، الآن نروحوا للهيكل الداخلي تاع غرفة نوم الثقة. خوتنا الجهة اليسرى، الجهة اليسرى كما راكم تشوفوا عندكم كاتي طاجر خوتنا، الغرفة مسبوغة من الداخل ومن برا، يعني لا فينيسيون راهي من الداخل ومن برا خوتنا. لي زيطاجير تاعها واسعين وكبار، فيها ربعة لي زيطاجير بلس لو با كاتي طاجر، 5 طاجر عفوا، يعني 5 دفات، 1 2 3 4 5 خوتنا. الخدمة ما شاء الله الخدمة تاعها هايلة بزاف، ما من راية تاعها راية تيليسكوبيك يعني اوفرتور فوسيل خوتنا، راية تاع الترك اوفرتور فوسيل، خدمة ما شاء الله. نروحوا للباب الوسطانية، الباب الوسطانية خوتنا عندكم ايطاجير كبيرة طويلة خوتنا، وعندكم اسباس بوغ لا ترين كيما راكم تشوفوا، يعني العرض تاعها 60، حاجة الله يبارك، يعني راح توالمكم باش تحطوا لي كوستيم تاعكم اللي روب. خوتنا الجهة اليمنى، الجهة اليمنى عندكم كاتي طاجير بليس لو با 5 طاجير، وكالعادة لا فينيسيون من الداخل ومن برا، الغرفة راهي مسبوغة من الداخل ومن برا. شوفوا الديزاين هنا تاعها شحال شباب خوتنا، شوفوا الخدمة تاعها هنا شحال شابة، شوفوا التقسيم تاعها شحال شباب خوتنا، خدمة ما شاء الله. هذه هي لا كاردروب تاع لا شومبر الثقة خوتنا، لا كاردروب تاع لا شومبر الثقة خويا عبدو، لافينيسيون خويا، لافينيسيون تاع الغرفة ما شاء الله، حاجة بزاف بيان فيني خوتنا. ونزيد نذكركم بلي تقدروا ديروا فيها دو فيساج خوتنا، بارك الله فيك خويا بيلال، نقدروا نديروا لها دو فيساج، عندكم الفيساج الأولاني هذا هو خوتنا كيما راكم تشوفوا، وتقدروا تبدلوا لها الفيساج تاعها خوتي، تقدروا تبدلوا لها الفيساج تاعها، يعني فيها دو فيساج كيما قلت لكم. الشكل الثاني بزاف عبدو، حاجة الله يبارك خوتنا، خدمة تاعها ما شاء الله. هذا هي لا كادروب تاع غرفة الثقة، نروحوا نشوفوا لولي تاعها، نروحوا نشوفوا لولي تاعها خوتنا، لولي تاعها ستوندار اما 90 على اما 60 خوتنا، راهو كابيتون رون كادرومون اون بواروش خوتنا، شوفوا الكابيتوناج تاعها شحال هايل خويا عبدو، الكابيتوناج تاعها راهو تيطاش اي طاش غير بلانجات وتنحى، وفرنا لكم كابيتوناج في لو كرون دوسي وفي لو بتي دوسي خوتنا. الحاجة الشابة في لو كرون دوسي خويا عبدو درنا لهم هاد الزوج عرسات اللي يتبعوا العرسات تاع لا كاردروب، خدمة شابة خدمة ما شاء الله. الآن نروحوا لطاب دنوي خوتنا، نروحوا لطاب دنوي تاع الغرفة، عندكم قاعدة بالفومار بهنايا، عندكم راية تيليسكوبيك في التيروار، حاجة ما شاء الله، دي بي غازيل مرفود على الارض ما شاء الله خوتنا، مسبوغة كذلك بالبلون، حاجة الله يبارك. نروحوا الآن لاكوافيس تاع الغرفة خوتنا، هاي ليكم مرحبا بكم خوتنا، لاكوافيس تاع الغرفة كيما قلت لكم خوتنا، لاكوافيس تاعها جاية ستيل بيورو كيما راكم تشوفوا، الخدمة تاعها ما شاء الله، محبي يعني هاد ستيل بيرو في ليكوافيس خوتنا، وفرناه لكم في لاشومبر الثقة، الخدمة تاعها ما شاء الله مصنوعة كامل اون بواروج دي بي غازيل هنا خوتنا، حاجة الله يبارك. وفرنا لكم كات تيروار كيما راكم تشوفوا، برايه تيليسكوبيك، برايه تيليسكوبيك يعني اوفرتير فاصيل خوتنا، القاعده راهي بالفومار، وشوفوا التقسيم تاع المرآه خوتنا، التقسيم الثلاثي تاع المرآه، التقسيم الثلاثي تاع المرآه خدمه الله يبارك. كذلك درنا لكم هذه الزوج عرسات اللي تبعوا العرسات تاع لا كاردروب والعرسات تاع لو كرون دوسي خوتنا. هذه هي لا شومبر الثقه كيما كنتوا تشوفوا فيها. الان نروحوا للسعر خوتي، السعر تاعها راوي ديال 16 مليون و800، 16 مليون و800
بالنقل والتركيب ل 58 ولايه. انت ولا انت اللي عجبتهم هاد لاشوم وحبوا يحجزوا، راهم كاينين ارقام، راهم ظاهرين في الاطار الاحمر خاوتنا، اتصلوا بينا ورانا في الخدمه 24 ساعه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، سلام.